من جديد عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي بدءا من سوريا، حيث اتهمت روسيا وسوريا إسرائيل بالمسؤولية عن الغارة التي استهدفت مطار التيفور العسكري بين حمص وتدمر وسط سوريا. قال الجيش الروسي إن طائرتي F-15 تابعتين للجيش الإسرائيلي قصفتا المطار بصواريخ موجهة عن بعد انطلاقا من الجوي السوري. وطالبت روسيا إسرائيل بإيضاحات عاجلة عن أسباب الغارة. بالعودة إليك معالي السفيرة، ما تعليقك على تكرار القصف الإسرائيلي لمواقع الجيش الروسي والسوري برأيك؟ يعني هل سيتسبب هذا القصف أو هذا الحادث المتكرر في خلاف بين روسيا وتل أبيب؟ طيب خليني ابتدي بان انا اقول ان الاستفسار اللي طلبته روسيا من اسرائيل هو ان اسرائيل بلغت الولايات المتحده قبل القصف بانها ستقوم بهذا القصف، ولكنها لم تبلغ روسيا، فروسيا استاءت لان لها طبعا افراد روس بيعملوا في هذه القواعد السوريه، في وده امر مفهوم ومعروف. هل إسرائيل نفسها اعترفت بأن قالت وزير الدفاع ليبرمان قال إن والله إن السلاح الجوي الإسرائيلي ابتدى يعمل تاني في الجو ويوجه ضربات لسوريا، فبالتالي ما فيش يعني نوع من تخبئة المواضيع أو ما إلى ذلك. اعتقد ان الرساله هنا هو من اسرائيل هي موجهه للتواجد الايراني وللنظام السوري في حد ذاته، وهو في نفس الوقت تلبيه لربما بعض المطالب من الولايات المتحده والدول الاوروبيه، ولا سيما في مجلس الامن، ان في جلسه طارئه لمجلس الامن طلبتها 9 دول من بينها الكويت وفرنسا لم تطلبها ولم توافق عليها حتى الآن لا روسيا ولا الصين باعتبارها الدول الدائمة العضوية في المجلس. فبالتالي أنا ما أفتكرش أن الفكرة كلها أنها هتؤدي إلى تصادم أو مواجهة روسية إسرائيلية، هي في النهاية رسالة للنظام في سوريا، هي تأدية لنوع من المجاملة السياسية والاستراتيجية لمطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك إنذار وتوجيه لإيران إن خلي بالك إحنا صحيين، نحن نعمل في المجال وممكن إحنا نوجه صواريخ فوق الأراضي الليبية موجهة إلى مناطق محددة معينة في النطاق الأراضي السورية. فبالتالي يعني هنا أعتقد إن المواجهة مش هتكون قائمة، لأن في تفاهمات في هذا الشأن. الساحة السورية ساحة معقدة فيها لاعبين كثر، حتى هؤلاء اللي يبدو ان هم متكاتفين زي ايران وتركيا وروسيا، كل منهم اجندته الخاصه فيما يرتبط بتواجده في سوريا، فبالتالي هناك رسائل مختلفه بتوجه لكل طرف من هؤلاء الاطراف من اي طرف فاعل ولا سيما من اسرائيل.